بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا أسعار الفول الصويا وهنشوف طرق الحصاد وأفضل وقت للحصاد، فتابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تستفادوا، ويعني بنحاول نفيدكم، فما تبخلوش علينا باللايك. لو في متابع جديد يشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اللايك والاشتراك ده حاجة مجانية وده دعمك للقناة. الفول ده يا جماعة طبعا فول وزارة غير البلدي، فبيتقصل طبعا وخر شوية ولكن بيبقى انتاجه عالي، يعني الفدان ممكن يخش في 2 طن انتاج يا جماعه. ومع الراجل المزارع لما يزرع الصنط على طول، ودي ما يمررنا في حصاد الصنط، زرع صنط يا عم ماجد. ها مش كل النماذج، ما ترحمنا شوي. الله العظيم يا عم، ما بنعمل حاجه غير عن الناس. ما فيش غيرك يا مزرع فول وزار، بركه من عند ربنا. ازي الحال يا عماي؟ الله يخليك يا عم حسن. طبعا ده ما يتقصر وخر شويه غير البلد. ايه؟ لا ده مخضر بدوي. بس هو الزرع بالنسبه للمشاديد صبر ومجر. مجر. الفول ده معدل الاربع اشهر مخضر. ما شاء الله. بس مجر مع الكلفه ومع الارض الشديده. بس طبعا انتاجه حاجه حلوه ما شاء الله. انتاجه ما يمشي معايا مع من طن ونص لحد طنين. لحد 2 طن في الفدان. طب يعني افضل وقت للحصاد يا عمي؟ لا الفول ما لهش دعوه بافضل وقت. لا يعني بالليل بالنهار الصبح. احسن لما الفول مع من اذان الفجر لحد الساعه 8. لحد انت ما شغال دلوقتي. لحد انت ما شغال الوقت يا عمي. تصلي الفجر وتيجي. زي الحج طارق. حتى صلاة الفجر هتبارك معايا. سعره كام النهارده الفول يا عمي؟ 21000 النهارده. طبعا كان عالي شوية، كان وصل 25 صح؟ وطول السنة ده من 28000 وابتدى ينزل لحد 21000. أنا شايفه كان مجلع وفي ناس شغالة بالمحشات والرباين. معرفش مؤلف على حصيدة بالليل. طبعا ما فيهاش ترابة. لا ده أرض صفرا ما تطلعش ترابة. لو فيها ترابة مش هتعملها أنت عشان. هتعملها كده أنا راجل. أنا عارف عندك ضمير والله يا عمي، ده احنا ده أنت عشرة جنبينا وعارفين الكلام ده. حبيبي عم حاتم. الله ينور يا حاج طه. وعليك يا عم حاتم. انت طبعا شغال بالمحاشة. بالمحاشة. راجل صحت على جدي وها الحمد لله، ما اطلع السرده بيوم بيوم على الله. اذا بعد الله. ما ربنا يفرش. ده انت موظف. لا موظف، انا راجل موظف. انت راجل موظف انا عارفك. لا مش موظف. الله يساعدك يا حاج طه. موظف ازاي؟ انا موظف اشتغل في الفلاحة. لا يبقى مش انت، يبقى حد شاف. الله يساعدك يا حاج طه. ده طه ابن عم اللي موظف. ايوه. هو انتوا مسمين طه اثنين في البيت. كل الناس من طه. اثنين طه في البيت يا عمي. الله يسعدك. الله يسعدك يا عجيه. ازي الحال يا عجيه مصطفى؟ الله يبارك فيك يا عجيه. طبعا الحاج ماجد قال لنا الفدان ما يخش في 2 طن صح؟ ده عادي. ده يعدي. ده بالنسبه للاحجام، ورينا الطول بتاع الفول يا عجيه مصطفى. ده ليه برضه لما نفسي يخلص. بص الطول. يلا يا عم حاجه ما شاء الله حاجه حلوه والله. لا حاجه حلوه الصراحه. عادي. 21000 للطن النهارده. النهارده 21000. الفدان بتاع التبن بكام من الفول ده؟ يعني من على حسب القش، يعني يمشي فيه ب 15%. 15%، يعني 1500 جنيه الفدان. يجيب له كم شوال تبن؟ يعني في حدود 24 23. طبعا ده بياكل الغنم بس اللي بتاكله؟ الغنم والساعه العلب بس. الله يساعدك يا حاج مصطفى. الله يبارك لك. الفدان بتاع ما يجيب من 35 ل 40 شوال. الفدان ده الوزاره ده. الوزاره. الله يقويك يا عماي، انت راجل اصل فلاح بصراحه، يعني انت راجل معلم في الزراعه. حبيبي الله يسعدك يا حاج عبد الرحمن. عبد الرحمن ده عامل بالعامل زي ابو زي ما شفتوا يا جماعه الفدان بيمشي من طن ونص، طن و700 لحد 2 طن، ولكن ده الوزاره هيعدل 2 طن. اسعار التبن بتاع الفول يا جماعه 1500 جنيه للفدان. الله ينور يا عم حماد. الله ينور يا حاج اسماعيل. الله يسعدكم. زي الحال يا حاج حماد. الله يسعدكم يا حاج حماد. الحمد لله.
صحيح كلام الحاج اسمه ده عم ماجد على الانتاج، يعني خشوا في 2 طن ده، طن ب 21 النهارده. قصب مزرع قصب كل سنه يخلع في دينا احنا اهو الله يسعدكم يا عم ويسعدني معاكم.